القيادة ستكون لي، وأنت يا خالد قائد الميمنة، أما أنت يا عكرمة فقائد الميسرة، وأما المشاة فستكون لك يا صفوان. نعم الرأي يا أبا سفيان. ما هذا الصوت؟ إنها زوجتي هند ونسوة قريش. هل نسيت يا صفوان أننا أحضرناهن معنا؟ بل نسي أنه أحضر زوجته معه. وهل هذا شيء ينسى؟ ولكنني اندهشت فقط من صوت الغناء والطبول. أرى ألا تندهش بعد ذلك طالما أن زوجتي هندا معنا هنا. ها؟ نحن بنات طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك. قد أصبحنا على مقربة من جيش قريش، وعندما نراهم سوف ننفذ خطتنا. وبعدها تعود لسابق عهد، وتعود الزعامة لك يا زعيم الخزرج. انظر يا سيدي، إني أرى جيش قريش. إذن فقد حانت اللحظة، حانت اللحظة. أيها الجنود، أيها الجنود، لا ندري على ما نقتل أنفسنا. لقد خالف النبي مشورتي بأن نمكث في المدينة وأطاع غيري، فهيا هيا نعود إلى المدينة وكفانا شر القتال. هيا. عندك حق وإني ذاهب معك. نعم، ما لنا والقتال، هيا نعود إلى المدينة. ظهرت على حقيقتك أيها المنافق، إذن فهذه هي خطتكم. الجنود عودوا ولا تخذلوا نبيكم. لن نعود أيها الرجل، ولتأتي أنت معنا. عبد الله، عبد الله. خيرا يا عمرو. ليس بخير يا عبد الله. لماذا؟ لقد عاد ابن سلولة ومعه كثيرون ممن تخلوا عن رسول الله وأصحابه. تخلوا عن رسول الله؟ لماذا فعلوا ذلك؟ إنهم منافقون يقولون ما لا يفعلون. وهل كان عددهم كثيرا؟ نعم، فعددهم حوالي 300 تقريبا. إن هذا يعني أن عدد المسلمين قد أصبح 700، ويعني أيضا أن المشركين أصبحوا أكثر حماسة، وليس ببعيد أن يكونوا الآن يحتفلون بما حدث وهم يضحكون. هكذا أتباعي ينفذون أوامري في أي وقت وفي أي مكان. فتغنوا وتفرحوا، فنهاية محمد قريبة، قريبة جدا. يا للبشرى، لقد خذل ابن سلول محمدا وتركه آخذا معه الكثير من رجاله. نعم، فهم أقل منا عددا، فنحن أكثر منهم بألفي مقاتل. لا تفرح هكذا يا عكرمة، فلقد هزمنا في بدر رغم أن عددنا كان يفوق عدد المسلمين بكثير. إذا كنت تشعر بالخوف فأرى أن تترك القيادة لغيرك. الويل لك يا عكرمة، سأقتلك جزاء قولك هذا. اهدأ يا صفوان، فعكرمة لم يقصد ما قاله. نعم نعم، هو كذلك، أنا لم أقصد شيئا. صفوان، فلتعد سيفك إلى غمده، ووجهوا سيوفكم إلى المسلمين حتى نقضي عليهم تماما. ما هو السر؟ عفوا، ماذا تقصد؟ إنك تنظر إلى الجبل نظرة كلها إعجاب، فما السر في ذلك؟ إن سر إعجابي هو اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم للجبل، لأن ارتفاعاته ستحمي ظهرنا ويميننا. لقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم لمعسكرنا موضعا مرتفعا، جعل جيش قريش يضطر إلى قبول موضع منخفض، فيصعب عليهم الإفلات منا إذا كان النصر لنا. السر يكمن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قائد عسكري بارع أيضا. عندك حق، والآن أمستعد للقاء المشركين غدا؟ بالطبع، فغدا يوم الحس. حمدا لله على سلامتك. بارك الله فيك يا عمرو.
إني حزين بعدما حدث في معركة أحد، وازداد حزني بعدما رأيت إصابتك هذه. الحمد لله يا عبد الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سأخبركم عن غزوة أحد منذ بدايتها. ونحن لن نتعبك يا عم زيد، فلقد قام والدي بهذه المهمة ولكنه لم يكمل لنا حديثه. لماذا؟ لأنه نام أثناء حديثه معنا. لديه كل الحق، فجسده يحتاج إلى الراحة بعد أن بذل مجهودا كبيرا. علمت هذا يا عماه، وإني لفخور به. أخبراني من أين نبدأ؟ نبدأ من وصولكم إلى جبل أحد. لقد كانت خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم محكمة، فقد جعل جبل أحد خلفنا لحماية ظهورنا، واختار 50 رجلا من الرماة وجعلهم فوق الجبل، وأوصاهم ألا يتركوا أماكنهم سواء هزمنا أو انتصرنا حتى يأذن لهم. ثم قسم الجيش إلى كتيبة المهاجرين ولواؤها مع مصعب بن عمير، وكتيبة الأوس ولواؤها مع أسيد بن حضير، أما الخزرج فلواؤها كان مع الحباب بن المنذر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشجعنا على المثابرة، حتى إنه سحب سيفا قائلا لنا: من يأخذ هذا السيف فيقاتل به بحق؟ فبسطنا أيدينا وكل منا يقول: أنا 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 أنا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي دجانة الذي أخرج عصابة حمراء وربطها على رأسه. أطلقنا عليها عصابة الموت.